أوكي، فموضوع اليوم عنوان موضوع اليوم شوي غريب، وأنا عارفة إنه هو غريب، وأنا حطيته كموضوع غريب كعنوان غريب عن قصد يعني، وهو كيف تحصل على الإمساك. فليش أبي أقول لكم كيف تحصل على الإمساك؟ لأن إذا أنت ما تعرف شلون صادك إمساك أصلاً، وهذه الحالة في كثير يعني شريحة كبيرة من المجتمع، إذا أنت ما تعرف أصلاً شلون حصلت الإمساك، شلون بتعرف شلون تحله؟ فأقول لكم شيء دائماً يصير فيني ويضحك شوي. لما أروح السوبر ماركت في البحرين، طبعاً البحرين صغيرة يعني وكل الناس تعرف بعض وأشوف وايد ناس في البحرين، فإذا جيتوا البحرين يعني في نسبة كبيرة يعني قبلية كبيرة إن يمكن أشوفكم. بس لما أروح السوبر ماركت في البحرين وأشوف أحد أعرفه مثلاً أو أحد من متابعيني كمثال، أول شيء يقولون لي إنه استاذ علي وايد استانسنا إن شفناك، بس لا تطالعين الترولي مالنا، لا تطالعين الأشياء اللي إحنا شريناها، لا تطالعين الجاري اللي أنا حاطة فيه أشياء. فمباشرة تخاف إن أنا بطالع هي شنو قاعدة تشتري وشنو مالية الجاري، إحنا نسميه بالبحرين الترولي يعني، شنو ماليته بشنو، عشان ما أشوف البلاوي اللي أنتوا شارينها. أولاً والله ما طالع ولا أهتم ولا أدري بالدنيا أصلاً، بالي مربوش بستين ألف شيء يعني، فما ألاحظ، فلا تخافون، هاي مو شيء يخوف إذا شفتوني يعني في السوبر ماركت. الشيء الثاني هو إن إذا بطالع، إذا ممكن طالعت، ممكن بعض الأحيان من المحتوى اللي أنت حطته من المشتريات في السوبر ماركت ممكن أنا أتنبأ بالمشاكل الصحية اللي ممكن تكون عندك. كمثال يعني بعض الأحيان أشوف مثلا ترولي مليان مليان حليب وأجبان وزبادي ولبنة ولبن وكلها يعني كذي محطوطة على بعض في الجاري، أقدر أنا أبصم لك إنه بيصير في خلل هرموني، عن يا إن الشخص أوردي عنده خلل هرموني وعنده إدمان، لأن هذه الأشياء تسبب إدمان، الألبان تسبب إدمان، يا إن طبعاً يمكن الكمية اللي حطها يمكن تتوزع على أهل البيت، ولكن إذا في امرأة في البيت أو حتى مراهقة بتتأثر بهذه الهرمونات اللي قاعدة تدخل عن طريق الألبان، فممكن إن بس شيء بسيط أنا أشوفه في الترولي مالك ممكن أقول لك شنو عندك. ف اللي ذكرني بهذا الموضوع لأن مرة شفت واحدة طايفة، لأن الحين صرت ألاحظ، لأن صار يقولوا لي لا تطالعين، فحين ألاحظ، فبس أشوف ناس ما أعرفهم يعني، فبس أشوف واحدة كانت مالية الجاري مالها خبز أبيض سلايس بريد أبيض مصنع كله أجبان ومشروبات غازية وما أعرف شنو أشياء ثانية، أظن شوكولات ولا أشياء كذي، وهذه الأشياء العادية اللي إحنا نشتريها يعني، مو إحنا نشتريها بس معظم الناس يشترونها، نشوفها تشترى أكثر شيء. فأطالع الجاري وأحس إن هذه الشخص مستحيل إن ما بيصير فيه إمساك، وحارف إن هي كلمة كبيرة، مفروض ما أقول أنا مستحيل لأنه وايد فيه يعني أشياء ممكن تصير، ولكن جدا نادر إن أنت بتملين الجاري مالك بهذه الأشياء وبعدين ما بيصير إمساك. فناس يقولون لي شلون نتخلص من الإمساك، مثلا لما أسوي دورات ولا كذا، كيف نتخلص من الإمساك؟ أول شيء أنت لازم تعرف أنت شلون يالك الإمساك، والإمساك بيبتدي من السوبر ماركت، بيبتدي من نقطة الشراء، مكان ما أنت قاعد تبدأ تشتري أشياء. فبقول لكم بعض النقاط اللي بتعطيك تقريبا، خلينا نقول تقريبا تعطيك ضمان إمساك. أول واحد هي الأشياء المصنعة، الأشياء البيضة، الخبز الأبيض، الرز الأبيض، كل شيء مصنع، كل شيء كان حبوب سمرة قبل بعدين دخل المصنع وصار أبيض وصار مصنع، هذا بيعطيك إمساك. فأنت شلون قاعد تقول يعني يبون حلول، مثلا الحين تبي هي حبة سحرية ولا مشروب سحري هي تخلطه عشان يتخلص لها من الإمساك، زين أنت شلون أنت قاعد تاكلين الشيء اللي سبب الإمساك؟ يعني مثلا الله يعزكم، طبعا هذا الكلام كله يعني غريب ولو عجب شوي، بس يعني أنا صار عندي مناعة من هالموضوع، صرت ما تأثرت. الأشخاص اللي عندهم إسهال الله يعزكم،
حتى من زمان الأوليين، حتى خلنا نرجع على ورا، يعطونهم رز أبيض وزبادي روب، صح ولا لا؟ تمسك البطن، تيول البطن، هذه هي الحلول الشعبية خلينا نقول، أو الأشياء اللي يعطونها عادة حق اللي عنده إسهال. فأنت شنو قاعد تسوي؟ قاعد تأكلها بشكل يومي، معناته بشكل يومي قاعد تحبس، قاعد يصير في قابلية أمساك. فهذه الأشياء البيضة ما تعطيك شيء، فيها زيرو ألياف، يعني ما فيها ولا نتفة ألياف، ما بتمشي البطن، ما بتعطيك حتى فوائد صحية، بعد يا ريت فيها مثلا فيتامينات ولا معادن، ما فيها أي شيء. فشوف أنت، افتح ثلاجتك، افتح الخزانات في المطبخ، أو حتى ابدأ من السوبر ماركت وتشوف إيش كثر، شنو هي نسبة الأشياء المصنعة البيضة. الرز الأبيض بدل الرز الأسمر، حرام، الرز الأسمر اليوم موجود في كل مكان، بعد يعني أول كان صعب واحد يلقى، بس الحين موجود في كل مكان، ما تحتاج، هي خطوة بسيطة، يعني تقدر تسوي فيه مجبوس أو كبسة على قولة السعوديين، أو أي شيء تقدر تسويه بنفس نفس المقادير بس على رز أسمر. فإن أنا الحين اليوم مع المعلومات اللي موجودة اليوم ومع المشاكل الصحية اللي موجودة اليوم، شوفوا حلقة السرطانات الشائعة في الشرق الأوسط اللي سويتها مع دكتور توماس لودي، يقول لك أكثر شيء شائع في دول الخليج سرطان القولون. بعيد عنكم، سرطان القولون شنو شلون بيصير بدون أمساك؟ ما يصير بدون أمساك، فلازم السموم تتركز أول وبعدين ترجع مرة ثانية في الجسم، ويصير فيه احتقان في القولون وفي الأمعاء عامة. فاليوم بالمعلومات اللي عندك، صراحة ما أحس أن أحد عنده عذر، يعني حرام، يعني المعلومات موجودة وسهلة، واقتناء المنتجات سهلة، يعني والرز الأسمر بعد لا تقولون لي غالي، يعني أنت أولاً الحين مع كثرة المنتجات صارت الأسعار أقل نسبياً، طبعاً الأسعار كلها ارتفع تعرف، ولكن نسبياً مقارنة صارت أرخص، ولكن اللي للحين يقول أن الأكل الصحي غالي، أقول له أنت ما سعرت السرطان مثلاً، ولا ما سعرت مرض السكر، أنت ما تعرف يعني مرض السكر ولا أمراض السرطان، بعيد عنكم، ولا أمراض خشنة يعني أكبر، لازم نستثمر الحين كوقاية، مو بس بتعبك مادياً، بعدين تعبك مادياً، نفسياً، جسدياً، كل شيء، يعني نوعية الحياة كلها ينزل، فما يسوى الاستثمار أنك أنت الحين تستثمر في شيء صحي. وما قاعدين نقول والله روح المطعم الفلاني ولا اشتر هذا المنتج الفلاني، قاعدين نقول بس بدال الأبيض أسمر كخطوة أولى، أو تعايش مع الأمساك اللي عندك، لأن أغلب الناس عندهم أمساك في هذه المجتمع، يمكن أنتم ما تحتكون، يمكن تحتكون بناس كثيرين، بس أنا بحسبة شغلتي الكم الهائل من الناس اللي تشتكي من أمساك، والأمساك لا يورث، يعني ما يصير تقولين لي أن أنا أمي ويدتي كان فيهم أمساك لذلك أنا اليوم فيني أمساك، ما يصير تورثين أمساك، ما في جينات أمساك، الأمساك بيئي بحت، قرارات يومية شخصية بحتة، معناته إذا أنت سببتي أنت ممكن تطلعين منه. وأنا قاعدة أتكلم بالمؤنث، مو قصدي أنه بس النساء، لأن رجال كثيرين فيهم أمساك ويعانون بصمت، ما يتكلم لأن عيب، بعد من بيقول؟ يمكن بيقول حق زوجته ولا هذه، بس عايش ومتعايش بالإمساك ما يصير. النقطة الثانية اللي بتسبب إمساك هي الجفاف، إذا الجسم فيه جفاف. فشنو الأشياء اللي من أكثر الأشياء اللي تسبب الجفاف؟ الكافيين، قهوة رايحة وشاي راجع، وقهوة وشاي، وقهوة وشاي، ومشروبات غازية طبعاً، أي شيء فيه كافيين، أول ما يدخل الكافيين الجسم، رجاءً فهموها، الكافيين يسحب السوائل من الجسم، الكافيين مدر للبول، يعني يطلع الماء من الجسم. ولا تقولون لي إيه هاي شيء زين أنا عندي احتقان ماء، لا، يطلعه بطريقة سيئة، يعني هذه الماء اللي يحتاجه جسمك، الخلايا اللي في الجسم تحتاج أنها هي تكون طرية ومشبعة بالماء عشان تقدر تؤدي وظائفها بشكل كامل. إذا يصير الجفاف على مستوى الخلايا، لأن أنت كل يوم قهوة وشاي قهوة وشاي، يصير في جفاف على مستوى الخلايا، وبعدين طبعاً يصير في قابلية إمساك، لأن ما في ماء في القولون، القولون يحتاج ماء عشان كأنه عشان ينظف المحتوى، يعني إذا ما في ماء في القولون لأن القهوة اللي شربتيها امتصت كل الماء من الجسم، ما بيبقى شيء عشان يمشي الفضلات، ما في،
يعني كأنك قاعدة تنظف الحوش بهوز ما يطلع منه ماي، شيء جاف يعني قاعدة تنظفه كل يوم بس بمخمة خالية ناشفة. إذا إيش كثر غبار، إيش كثر يحتاج تنظيف، كم مرة صار في عواصف، تحتاج شيء قوي شوي ويحتاج ماي. فيقال أن كل كوب ماي كل كوب قهوة أو شاي يحتاج 3 أكواب ماي لكي يعادل نسبة الماي اللي ضاعت. فإذا أنت تشرب خلينا نقول 2 كوب قهوة في اليوم، هل قاعد تشرب 6 بس عشان تعوض هالكوبين وبعدين قاعد تشرب مثلاً الكميات اللي تحتاجها في يومك؟ لأن أنت بس قاعد تعوض هذا الشيء بال6 أكواب ما يعني. والناس يشربون أكثر طبعاً، شاي العصر واللي قهوة المرتين واللي بس لما أروح ستاربكس أشرب كذا. فأنت كل مرة تشرب كل كوب كافيين يحتاج ما يعادله 3 أكواب عشان بس يلا ترجع طبيعي. وبعدين تحتاج اللي لترين 3 في اليوم عشان السوائل العادية، عشان المخ يصير خلايا المخ تصير متشبعة بالماي. والله ما أدري ليش فيني أمساك، شو ما تدري ليش، شو ما تدري ليش. اليوم المعلومات اللي عندك اليوم عيب، أصلاً عيب إن ليه الحين في شخص يعاني وليه الحين ما نظف أكله. زين ما بيعزفكم وايد يعني، بس النقطة الثالثة اللي ممكن تسبب إمساك هي أكل اللحم. وهذا طبعاً الموضوع عليه جدل، وأنت ليش تقولين وأنت مفروض، وطبعاً دينياً يدخل فيه كلام وأشياء جارحة وكذا. الكم الهائل من اللحوم اللي قاعدين نستهلكها اليوم غير طبيعية. لا تصير فيجن، مو لازم تصير فيجن، ولكن كمية اللحوم اللي قاعد تاكلها، وبشرح لكم ليش. أولاً لأن اللحم عشان الجسم يهضمه يحتاج ماء كثير، يعني كيلة اللحوم عندهم قابلية جفاف أكثر من اللي ما يأكلون اللحم، لأن عملية الهضم لأن هي مادة صعب على الجسم إنه يفتتها. خلينا نقول كيلة اللحوم يحتاجون ماء زيادة، فالجسم يحتاج ماء زيادة عشان بس يفتتها ويهضمها، لأنه صعب، لأن هي لحم ميت، فصعب أن الجسم يهضمها. بغض النظر عن أنها تؤمن أنت بنظرية النباتي ولا ما تؤمن، ولا تبي تصير ولا ما تبي تصير، أنا أقول لك أن أنت كل مرة تأكل لحم تزيد قابلية الجفاف، وكل مرة تزيد قابلية الجفاف تزيد قابلية الإمساك. ف ما أدري يعني، حتى إذا بنرجع في التاريخ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأكلون هذه الكميات، ما كانوا يأكلون النوعية، بعد هذا موضوع ثاني. نوعية اللحم اليوم جدا رديئة يعني، بس نادر جدا ان بياكلون هذه الكميات، فصعب على جسمك انه يهضمها. وايضا لان الجهاز الهضمي للانسان طويل يعني الامعاء جدا جدا طويله، فتحتاج وقت لما الاكل يوصل الى القولون، فممكن ان اللحم يتعفن. فاللحم عنده قابليه عفن او تعفن اكثر من الاكلات الثانيه، خاصه اذا في امساك. يعني ما ابي اشرح لكم ولا اعجبتكم يعني، ولكن لحم عفن قاعد لان انت بطنك ما قاعد يمشي صار لك كم يوم يعني. ف اللي بيطلع كبده يقدر يطلع يعني، بس اشوف الاعداد قاعده تزيد ما قاعده تقل لان اعداد الامساك كثيره. شنو بعد كنت بقول لكم؟ عن الالبان. الالبان ايضا من مسببات الامساك. بقول لكم الحين عن بعض الحلول طبعا، يعني ممكن انه يكون في حلول، ولكن انا ما اقدر اعطيك الحلول بدون ما اقول لك المسبب. يعني لازم اول شيء تكتشف شنو اللي قاعد يسبب لك. عشان المهم الالبان فيها بروتين اسمه كيسين، واكيد هذا انتم عارفينه الحين يعني من حلقات اللي سويتها في الماضي. فهذه بروتين الكيسين كانه صمغ، كانه ماده مخاطيه، وبعد لان الجسم ما يقدر يهضمه عدل يكون حوالينا مادة مخاطية، فيفرز مخاط إضافي في الجسم حماية له من الكيسين، لأنه ما يعرف زين وما يعرف يهضمه عدل. فمثل ما الألبان والأجبان تزيد المخاط اللي هني في الجيوب مثلا، واحد يحس أنه عنده احتقان، بعض الأوقات يحس أنه عنده صداع، ممكن أن هذا الكيسين أيضا يسوي هذه المادة المخاطية المطاطية في القولون. فأنت إذا عندك صمغ
صعب جدا انك تتخلص من محتوى القولون اذا في صاير كأنه ستيكي، فهموها يعني. فصعب جدا. ويعني تكلمت انا من قبل عن في حلقة الألبان، تكلمت عن إدمان الألبان، لأن هذه الألبان تدخل الجسم وتتحول إلى مادة كأنها مخدرات. فالكيسين لما يدخل لأنه ما ينهضم عدل في الجسم، فعلميا يتحول لما بعد ما يدخل في جدار الأمعاء يتحول إلى شيء اسمه كيسومورفين. وكيسومورفين من اسمه كأنه مورفين، كأنه مخدر، فيصير عندنا إدمان عليه. فأول ما تاكله صح يعطيك شعور بالأناسة بالنشوة، ولكن على المدى الطويل هو إدمان في نهاية المطاف، ولازم تتخلص منه. وكثير من اللي يمتنعون عن الألبان يصير فيهم أعراض انسحاب مثل أي شيء ثاني. ويقال إن في بعض الأبحاث تقول إن هذه الله خالق هذه المادة في الألبان، خاصة في الأبقار وهذه الحيوانات، لأن هذه الحيوانات لما تولد حيوانها ممكن إنه يضيع، ممكن إنه يمشي بروحه ويضيع، ولكن من الله خلق هذه المادة عشان العجل يصير عنده إدمان على هذا الحليب عشان يتم يلحق أمه، فعشان هو فطرته تصير إنه هو يحتاج هذا الحليب بشكل متواصل عشان يلحقها، ولا كان الحيوانات بس تنولد وتروح وتضيع وتموت. فهذه يعني هذه النظرية اللي حين قاعدين يطلعون بها إن الإدمان موجود لهذه المواد، وقاعد يسبب لك مادة مخاطية في القولون في الأمعاء. يعني جرب معه وجرب بدون، حتى إذا أنت نظرياتك مثلا فلسفتك الشخصية تقول لك لا أنا لازم لأن هذه الأشياء محللة وكذا، أوكي جرب حتى لو أسبوعين، مو معناته أنت بتدخل في شيء حرام يعني، لا هي إباحة مسموح لك ومسموح تجرب بدونها يعني وتشوف. فكثير من الأشخاص اللي يمتنعون عن هذه الأشياء مع الوقت يبدأ بطنهم يمشي عدل. النقطة الرابعة هي الألياف. ناكل سلطة قليلة جدا، فلما تقارن الصحن الشخص فيكون فيه عيش اللي هو الرز يعني عيش ولحم وكذا، وبعدين نتفت سلطة، يمكن شوي تبولة، يمكن شوي ما أدري شيء من الخضار يعني. فإحنا لازم نعكسها، لأن الألياف اللي يتي لك من الخضروات والسلطات، ألياف أولا فيها فوائد، فيها معادن وفيتامينات، ولكن أيضا فيها محتوى مائي، يعني هي ألياف مع ماء. يعني أنت لما تأكل خيار هذه ألياف وماء، لما تأكل بربير جرجير هذه ألياف مع ماء، فوايد فوائدها أكثر عليك، فتعكس فتخلي الكمية الأكبر هي السلطة والخضار، وحتى يمكن شوربة، حتى أي شيء مهم فيه خضار كثيرة، وبعدين إذا بتأكل من أشياء ثانية تكون الكمية أقل، وإحنا الحين عكسينها. النقطة الثانية في موضوع الألياف إن الشخص اللي لما يصير عنده أمساك يروح يدور يبحث ويقولون لأ تحتاج ألياف، فيقوم يأخذ مثلاً حبوب الإفطار هذه اللي لونها بني اللي ما بيأذكر اسمها، اللي هي بنية غامجة اللي على أساس فيها محتوى عالي من الألياف. أولاً هذه الألياف تأتي من القمح، والقمح فيه جلوتين، والجلوتين يسبب نفس المادة المخاطية اللي تصير في القولون، ولكن أيضاً هذه الألياف اللي يحطونها لأن هي بعض الأوقات تكون حتى نخالة، تصير كأنها نشارة خشب، كأن أنت تأكل نشارة خشب، فتؤدي الغرض صح لأن هي تمتص الماء وتعطي كتلة حق في القولون، ولكن النشارة الخشب شو تسوي في داخل الأمعاء؟ تسوي فيه كأن جروح، الجرحة الشمخة، ولما يصير فيه جروح يصير فيه التهاب أو يصير فيه انتفاخ، وممكن يصير فيه عسر هضم مثلا، ولا يصير فيه غازات، لأن أنت أعطيته ألياف بس بنوعية غير صحيحة. فهذه المشكلة. وشيء حمادة أي رقم وصلت؟ ما أعرف رقم 5-6، بس شيء اللي وايد أشوفه أيضا أن الشخص يقعد طول اليوم ما يسوي شيء، لا رياضة لا تحرك ولا شيء ولا شيء ولا شيء، عقب يقول لك غريب أنا عندي إمساك، والله من زمان عندي إمساك، طول حياتي فيني إمساك، ليش فيك إمساك؟ لأن عضلات البطن ما تتحرك. وين الجهاز الهضمي؟ وين الأمعاء؟ وين القولون اللي المفروض تكون فيهم حركة يومية
كأن أحد يضغط عليهم، كأن يسوي لهم مساج، يحركهم، ينعشهم. قاعد يعني بطنه ما تحرك عضلياً من سنين يمكن. شو تسوي رياضية؟ أروح أمشي شوي ساعات. ما يفيد، ما يكفي، ما يكفي. هني في عضلات في البطن، في عضلات، وهذه العضلات لما تنضغط وتتحرك وانت تسوي رياضات حق هذه العضلات بالذات هي اللي بتمشي لك بطنك. وارجع واقول على موضوع اليوغا، ولا تبي بيلاتيز، ولا تبي اي شيء، حتى مثلا بعض الرياضات اللي تكون على البطن، اللي انت منسدح على البطن على الارض وترفع ظهرك مثلا، ولا ترفع رقبتك، ولا تحرك اياديك، يصير في ضغط على هذه العضلة. مو فقط تقويتها انت تحتاج تقويها، ولكن تحتاج ايضا رياضات تضغط عليها. مثلا انت شنو، مثلا اذا انت منسدح على الارض، خلينا نقول ترفع ريلك وترجعها، هاي معناته قاعد تستعمل عضلات البطن. اذا تتعلق على شيء تيوده وترفع ريلك، هذا ايضا قاعد تستخدم على عضلات البطن ما نستخدمها بتاتا. وبعدين نستغرب ان تصير فيه مشكله مثل مشكله الامساك. شنو بيصير عيل اذا في ركود تام بشكل متواصل كل يوم، بعدين يدخل لبن واجبان، وبعدين يتعفن، قصدي لحم واجبان وخبز ابيض، بعدين يتعفن اللحم والاجبان والخبز الابيض، تصير كانها صماغ. لازم اروح اعجبكم شوي عشان تدخل هذه الصوره الذهنيه ان انا ما عندي شيء سحر اعطيك اياه وبتنحل مشكله الامساك. لازم انت تشتغل على الاشياء اللي تتفاداها، ضروري يعني، لازم يعني. ف عندنا اعتماد كبير على المسهلات للأسف، يأخذون أعشاب، ما بقى سنة، ما بقى أعشاب صناعية، أعشاب صجية، يأخذون هذه الألياف اللي تتذوب فأنت لما تأخذ هذه الأعشاب وتأخذ المسهلات، قاعد تقول حق جسمك أنت ما في داعي تسوي شيء، أنا بسوي لك كل شيء، أنا بسوي عنك. فأنت مو لازم تمشي بطنك، مو لازم تحرك هذه العضلة اللي هي مفروض أن أنت تحركها، انا بشرب لك شيء هو بيحرك هذه العضله. فقاعدين نعطي جسمنا مسج غلط، قاعدين نقول له ان انت انسى فطرتك وانا بسوي كل شيء ضد الفطره، وبعدين بعطيك شيء يسهل عليك الفطره اللي انت ضاعت من عندك. ما ادري، احس ما راكبه يعني. فهذه المسهلات اولا تسبب ادمان، ايضا تسبب انسحاب بعدين، لان لما توقفها بعدين القولون نسى شلون هو يشتغل بنفسه. وطبعا فيها وايد مضاعفات، لان هي تسحب ايضا لما تسوي لك هذه المسهلات، تسوي لك اسهال مثلا اذا بتاخذ خروع، ولا بتاخذ سنه، ولا بتاخذ هاي الاشياء، تسحب معها كثير من المعادن، تسحب معها البكتيريا المفيده، وقصه تصير معقده اكثر. فانا ما انصح فيها. نصيحه كبيره دائما اتكلم عنها في دوراتي هي ان تحطون لكم العتبه المرحاض، الله يعزكم، اللي تنحط عليها الرجل عشان ترتفع الركب فوق في الحمام. فالحين موجودة في كثير من الأماكن، موجودة أونلاين، أو حتى أي نوع من العتبة، حتى لو بلاستيك، حتى لو أي شيء، ولكن إحنا قاعدين نحاول نرفع الرجل إلى الأعلى عشان ترتفع الركب، عشان كأننا قاعدين نقلد الحمام الشرقي. طبعا اللي عنده حمام شرقي هذا موضوع ثاني يعني أحسن، ولكن على أساس أن هي في عضلة في القولون ما تنفتح عشان يتفرغ القولون تماما إلا إذا ارتفعت الركب إلى الأعلى. فالحين كثير من الناس يحطونها، ويحطونها في كل حماماتهم في البيت، يحطون عتبة جد يعني أمام كل مرحاض عشان ترتفع الأرجل. وحطيت أنا صورة عليهم عنا مرة في إنستغرام، بس ما أتذكر متى. وايد مهم. فإذا امتنعت عن كل هذه الأشياء ودخلت سلطات، دخلت شوربات، بعدين ممكن نقول اوكي سوي لك خلطه، حط شويه بذور تشيا مثلا مع ماي، ذوبهم وبعدين اشربهم على الريق، او بذور الكتان مثلا تخلطهم شويه مع ماي، تنقعهم شويه في ماي. انا اذا بتحطونهم، انا اقترح ان تحطونهم ليله كامله يعني، تنقعهم في ماي، تصير كانها تتكون عليهم ماده لزجه، وتشربها على الريق ثاني يوم الصبح. هذه ما لها مضاعفات وبمشي البطن. ولكن انك انت تسوي كل هذه الاشياء الغلط، عقب تقول لي هذه المخلوطه، الخلطه مالتك ترى ما فادت، ما بتفيد، ايش بتحرك وايش بتخلي.
مهم ان احنا يعني اقول لك صراحه يعني انا اضحك على الموضوع واضحك معاكم يعني، ولكن اليوم مع المعلومات الموجوده مع السوشيال ميديا مع مليون مختص قاعد يصرخ وينابح ويقول وليه الحين ما فهمت الموضوع، وليه الحين متعجب ليش فيك امساك، وليه الحين عندك امساك وساكت على اساس ما عليه مو بوايد مشكله عوده. لا، المشكله عوده، لازم الجسم يفرغ كل يوم، لازم الجسم يفرغ بنفس عدد المرات اللي انت تاكل فيها. كنا بيبي يعني، شفتوا البيبي كل ما يشرب حليب يروح الحمام، ما قاعدين نفرغ بقى. يعني في ناس عادي يومين ثلاث، وعادي تقول لي مثلا يوم وترك. شلون يوم وترك؟ انت تاكلين يوم وترك؟ اذا انت تاكلين كل يوم معناته لازم الواحد يفرغ كل يوم. يعني ما في داعي اشرح لكم الموضوع على اللايف، الله يهداكم. بس موضوع مهم ولازم نتكلم فيه، وما يصير نستحي منه. وسووا منشن حق الأشخاص اللي تحبونهم واللي تعرفون أن عندهم أمساك يمكن وساكتين ويعانون بصمت، لأن المعاناة موجودة، والمعاناة موجودة في كل المجتمع على أساس أننا متعودة أمي كان فيها ومرمين كان فيه، ما تورثينه وهو ولا جينات ولا شيء. يتحسن مع تحسن الأكل، والأكل يبدأ في نقطة الشراء. تشترينه ولا ما بتشترينه؟ قرارك في أن أنت شريتي معناتها أنت قررتي في على المضاعفات اللي هو بيعطيك إياها، أو الفائدة إذا شريتي شيء جيد. أفتح لكم الكومنتس. أتمنى أن هذا الموضوع يوصل ويوصل لأكبر شريحة ممكن من الناس، لأن فعلا شيء بسيط، شيء بسيط 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 وينحل يعني بكل سهولة. فهذه الحلقة بتتم إن شاء الله الحين بحفظها لمدة 24 ساعة تنحفظ على إنستغرام، وبعدين إن شاء الله بنزلها مثل كل الحلقات على يوتيوب. فإذا ما شفتوها هني إن شاء الله بتشوفونها هناك، وعشان المساندة رجاء سجلوا على قناة يوتيوب وانشروا هذه الفيديوهات كثر ما تقدرون. ودعمكم واصل وحبكم واصل وقلوبكم واصلة، وأشكر لكم فعلا فعلا ممتنة وجودكم معي اليوم على اللايف. أعرف أن اليوم معظمكم حاضرين عشان الإمساك مو عشاني، ولكن ممتنة لوجودكم في اللايف اليوم، ووجودكم على الإنستغرام، ووجودكم في حياتي عامة. شكرا لكم.